السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفة الملكة. مرحبا بنا جداد معنا، مرحبا بهم وألف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم كما وعدتكم، قلت لكم 2020 إن شاء الله غادي يتبدل وغادي يكونوا فيه الوصفات جداد والطرق جداد من يد الخبراء ولا اليد المحترفين ديال الطليان. اليوم جبتكم الوحدة الباتيسري معروفة هنا في بولونيا، كيصوبوا الحلويات وكيصوبوا البريوش وكيصوبوا أنواع الشكل ديال الصابلي. دابا هاد السيدة هادي كتاخذ العجينة ديال الصابلي، راني ديجا حطيت لكم الفيديوهات على القناة. العجينة ديال الصابلي كتطلقها كتسرحها مزيان وكتاخذها كتفرشها في اللاطة، كتاخذ الزبيب كترقدوه الليلة كاملة، الغد ليه كتصفيه مزيان وكتعصروه مزيان باش تخرج منه هذاك الماء، وكتفرشوه على العجينة ديال الصابلي كما كتشوفوا. غطات مزيان الصابلي بهذاك الزبيب. دابا غادي تاخذ واحد الورقه اخرى، غادي تطلق مزيان العجينه ديال الصابلي كما كتشوفوها، عندهم واحد الماكينه كبيره كيطلقوا فيها العجينه حتى كيجي تجي العجينه ديال الصابلي رقيقه، وغادي تغطي بها هذاك الزبيب كما كتشوفوا. خدات العجينه ديال الصابلي اللي ديجا هما وجدوها، وجدوا الكميه كبيره وكيصوبوا منها بزاف ديال انواع ديال الصابلي وبزاف ديال انواع ديال الحلويات. ياخذوا نفس العجينه ديال الصابلي تلقوها، وهي اللي غيغطيو بها هذاك الزبيب، كيغطيوه مزيان، ونفس العجينه كيديروا منها الصابلي كما كتشوفوا، كيطلقوها وكيقطعوا منها صابلي. مازال غنشارك معكم كيفاش كيعمروه وكيفاش كيزينوه وكيفاش كيديروه في الباكيات باش يقدموه للكليان ديالهم. صافي طلقات العجينه ديال الصابلي وغطات هذاك الزبيب مزيان وحيدات هذوك الجوانب ديال العجينه، ودابا غادي تدخلها للثلاجه حتى كتجمد. تجمد مزيان العجينه ديال الصابلي ولا العجينه ديال اللي معمره بالزبيب، كتخرجها من الثلاجه وكتقطعها كما موضح في الفيديو. ملي كتقطعها كتدخلها للثلاجه حتى كطيب وكتاخذ اللون الذهبي، وكتخرجها وكديرها في مع هاد الصابلي اللي كتشوفوا في الفيديو. من بعد كيما قلت لكم غادي نشارك معكم كيفاش كيديروه، كيستفوه في الكراب، طيبوا الصابلي كيغمسوه في الشوكولات، كياخذوا الشوكولات اسود كيدوبوه في الماء مغلي وتيغطيو به الصابلي ديالهم كيما موضح في الفيديو. وهذه خرجات الحلويات من الثلاجه. دابا ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غادي تشارك معكم واحده الطريقه كيفاش كيصوبوا الكناش اللي كيغطوا به الحلوه ديالهم. وكيفاش كيزينوهم. هذه خدات نوتيلا دوبتها في البماغي وغادي ديرها في الجيب الحلواني، وغادي تعمر به هذاك النوع اخر ديال الصابلي اللي داروه بنفس العجينه، غير هذا داروا فيه الحفيرات وهذاك الاخر داروه السامبل. انتما كتشوفوا خدات هذوك الورق عمرتهم بالشوكولات، وغادي تعمر الصابلي ديالها كما موضح في الفيديو. باللي غادي تعمر الصابلي بنوتيلا غادي تردل عليه الحبيبات ديال الشوكولات، ومن بعد غادي تدخلوه للثلاجه حتى كيجمد مزيان داك الشوكولات ويشد في راسو، وغادي تخرجوه مع داك الحلوه اخرى اللي دارتها في الاول، ومن بعد غادي نبداو يعمروا هادوك الكراتن ديال الحلوه. هانتوما كتشوفوا ملي عمرت الصابلي بالشوكولات كدردل عليه الحبيبات ديال الشوكولات كما موضح في الفيديو.
هذا النوع اخر ديال الصابلي داير بحال الفقاس، حتى هو داروه بنفس العجينه، غير هو عمروه بالمربى وداروه على الشكل ديال الرول. وهادو الفرار اللي كيطيبوا فيهم الحلويات والخبز والكرواسه، يعني بريوش. وهذا الشكل اخر يعني ديال الحلوى معمر بالكوفيتور واللوز، هذا لقيتهم ديجا وجدوه، ولكن العجينه قالوا لي يعني العجينه ديال الصابلي. وهذا الماريو هذا كيديروا فيها ملي كيجدوا بريوش ولا الحلوى ولا شي حاجه بحال هكا، كيخشيوها تماك اولا السفنج كما كتشوفوا في الفيديو. ملي كيكونوا محتاجين هذوك ديال الباتيسر كيجيو ياخذوا داكشي اللي بغاو. وهذا بريوش هذا راني ديجا حطيت لكم الفيديو على القناه، غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف طريقه كيفاش صوبوا هذا بريوش هذا. هذه كتوجد في الشوكولات اللي عمرت به الصابلي في الاول، هذاك الشوكولات اسود المر كتذوبوه في البماغوت، بقى تحرك فيه حتى كيولي على الشكل الكريم وتيدهنوا بها الصابلي ديالهم. ملي كيوجدوا كاع الحلويات ديالهم شي 5 ولا 6 ديال الشكال، كياخذوا هاد الكراتن هادو كما كتشوفوا كيستفوهم في واحد الطبله، كياخذوا كل الشكل كيديروا منه حبه في هاد الباكيات، حتى كيديروا 5 ديال الشكال في هاد الكراتن هادو وتيعمهم يعني بالحلوى. من بعد كيسدوهم كيديروا فيهم التيكيت ديال يعني الشركه ديالهم، صافي كيستفوهم في الباتيسري اللي جا يعني من الكليان بغى الحلوى، صافي كيعطيو ليه هذيك الكرتونه فيها كل شيء يعني بلا ما يبقى يختار. وهذه الحلوى اللي صوبتها معانا من الاول، يعني اللي دارت عليها عمرتها بنوتيلا ودرت لها عليها الشوكولات، درتها في الثلاجه حتى تجمدات وخرجتها، ها هي كتحطها في الكرتونه. واخر ديال الصابلي نفس الفورمه ديال الصابلي، غير هذا غمسوه في الشوكولات ديال الحليب. هذه النوع اخر ديال الحلوى ديال العجينه المورقه، وداروا عليها الخطوط يعني ديال الشوكولات. الا بغيتوها خليوني يعني خليوها ليا في الكومونتير، ان شاء الله انا نرجع عندهم وندير لكم الفيديو اخر، ما عندي حتى مشكل. انتما كتشوفوا هذه السربايه ديال الباتيسري، جات خدات البريوش اللي بغات باش ديه للباتيسري وغادي تسربيه للكليان. النوع ديال الصابلي نفس العجينه، غير هو دردلو عليه الحبيبات ديال الشوكولات، صافي غادي نستمر بحال هكا حتى كيعمروا الكراتن يعني بالحلوى. هانتوما كتشوفوا يعني تقريبا عمروهم، يعني داروا فيهم اكثر من 6 ديال الشكال، مازال كيعمروا فيهم، صافي كما قلت لكم كيستمروا بحال هكا حتى كيعمروا الكراتن بالحلوى، صافي كيسدوهم كيديروا فيهم التيكيت ديالهم، التسميه ديال الشركه يعني ديال الباتيسري، صافي كيديوهم الباتيسري صافي كيحطوهم تماك اولا كيدفعوهم ولا السوبيرات. يعني هذه واحد الباتيسري كبيره بزاف ومعروفه هنايا في بولونيا، كيصوبوا الحلويات رائعين جدا. هانتوما كتشوفوا يعني تيشهيو نفس العجينه، خرجوا منها يعني شحال من الشكل وشحال من نكهه. هادي لقيتها كتصوب الكناش، قالت لي دارت القشده طريه ودارت الشوكولات ديال الحليب، ها نتوما كتشوفوا الصل ديال الشوكولات ديال الحليب، ودارت الشوكولات ديال البندق وكتخلطهم. قلت لها قولي لي العبار، قالت لي غير كنمشي يعني عيني ميزاني ما كتمشيش يعني باش، قالت لي ما كيعبروش كيديروا عينيهم ميزانهم، صافي كتبقى تخلط حتى كتحصل على لاكريم. الا بغيتو تشوفوا الفيديو اوريجينالي بالطليانيه بالنسبه للبنات اللي كاينين هنايا، راه غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، هذاك حطيتو النيشان كما هو، وهما تيهضروا تيشرحوا.
صافي كتاخذ الحلاوي اللي ديجا هي صوبتهم درتهم في الثلاجة حتى تجمدوا مزيان، خرجاتهم وغطاتهم بهذاك القناش وحيدت ليهم المول وصافي كتزينهم. نخليكم باش تستمتعوا مع الفيديو. النوع اللي صوبت في الاول كتزينوه بهذه الطريقه هذه، في الاول كدير عليه القناش، من بعد كتصوب هذوك الوريضات كما موضح في الفيديو. الور ديال الحلويات زيناتهم بالمربعات ديال الشوكولات وبالوريضات ديال العجينه ديال السكر اللي ديجا هما وجدوهم وخلاوهم تماك حتى بردوا، وملي تيبغيوهم تيخرجوهم وتيزينوا بهم الحلويات ديالهم. ملي كتكمل التزيين ديال الحلويات كتاخذ التيكيت يعني فيها التسميه ديال الباتيسري، كتلصقها في هذوك الكراتن اللي حطات عليهم الحلويات. صافي كيحطوها في الكراتن، كياخذوا هذيك الحلوه كيديروها في الكراتن، صافي كيديروها في الفريزير. ملي كيجيو الكليان ديالهم كيقدموا ليهم. ملي كتوجد القناش كتغطي به الحلويات، كتخرجهم من الفريزير مباشره كتغطيهم بهذاك القناش، من بعد كتحيد ليهم هذاك المول اللي كيكون في الجناب وعاد كتزينهم. هذا هو الفيديو ديال اليوم. غنخليكم خليت لكم التزيين حتى الاخر ديال الفيديو باش نخليكم تستمتعوا مع كيفاش كيزينوا الحلويات ديالهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، يعني من قلب الطليان من يد المحترفين، يعني من الباتيسري قلت لكم يعني من اكبر باتيسري في الطليان. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. الا بغيتوا بحال هذا الفيديوهات هادو كتبوها ليا في الكومونتير. كنتمنى يعجبكم الفيديو، الا عجبكم قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا ليا اللايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجيد من مطبخي. دابا خليكم باش تستمتعوا مع الحلويات، خليكم حتى الاخر ديال الفيديو. شكرا لكم على كل شيء. غنخلي لكم في صندوق الوصف الفيديوهات بالطليانيه، وغنخلي لكم حتى هذاك ديال البريوش يعني ديال الكرواسون تاعكم ان شاء الله في رمضان الكريم. صافي هذا الشيء اللي كاين، خليكم دابا مع التزيين باش تستمتعوا.